اكلت معاهم. طب شو اسمه؟ ما ادري والله. قعود قعود جعل العافية يا رب. انا خلاص والله كفاية رز لحم كفاية يا اخي. يا حلو كم يا هالجيزة، عندك ميزة ما هي بحد يا حبيبي. وش الميزة هذه؟ والله ما يكتشف الا انا. ميزة اكتشفتها فيكم، روح كم مرحة يا حبيبي. والله ترى الكل يقول كذا يا اخي، روح كم مرحة. غير كذا تحبون الشغل، اصرار، ما تستسلموا. الله يسعدك، هذا والله صادق. والله ما تستسلموا. والله عندك نظرة. عندي نظر، ليش ما عندي؟ اي والله خليكم غلط مو بسيط. بس في واحد من اهل الجيزان خرجت معه. مين؟ في التيك توك ولا لا؟ با شو اسمه؟ ما تقدر ترتب لي؟ با اصلا بلاي ستيشن. وشو؟ كان في اي دي. انا على ايام الاي ديات كنت سبعه والطقه هذه. ما انا ما اعرفها كلها، لاني عمري ما لعبت بلاي ستيشن ولا سوني ولا ما العبها. على ايام كنت سبعه كنت هاكر انا. تمام؟ طيب؟ قديم قبل كم سنه. وهكر ولا جاني ديزاين هذا، قال اسمع هكر لي حسابي زين، حط لي مخفي. انا كنت احط مخفي وكذا، مخفي ما يمكن ما لحقت على المخفي. كنت احط مخفي هذا يلعب مخفي. اقول لك ما لعبت تقول لي بعلمك. اي زين مخفي. اي هلك هلا. لعبوا عبوني. شلونك؟ والله بشترك. زين واحد يا رجل. والله تمام. قلت له بدي ارسل لي حسابك. حساب وشو؟ كان 15 لفلو. قوي قوي. طيب وين؟ ببجي؟ لا لا كنت سبع. يا قدمي قدما. زين 15 وكويس، وانا كل الحسابات اللي عندي كلها مخفي ومليت من المخفي. وابي حساب مو مخفي. مو مخفي. مخفي هكرات يعني؟ اي كنت هكر انا. زين ازبده ارسل لي الايميل والرمز واغير. يا ويقعد يسب 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 يسب. قلت بحسابك؟ قال لي قلت ارسل لي 1000 ريال. والله من الله رجعك حسابي يا ولد. كنت صحيوني والله لا طلع حساب، والله لا بلغ عليك، والله ما ادري وش انا يوم قال بلغ عليك. انا قمت قلت اسمي. قلت لا لله انا بعطيك الحساب وراح اعطيك عليه 1000 ريال. انا بعطيك حساب وراح اهكر لك بصص. عطني هالشهر هذا شهر كامل ما شفته ولا شهر. عالية انا اخوي مره تواصل مع واحد يبغى يضبط له لعبه ما ادري ايش، واعطاه الحساب واخذ الحساب هذاك. اخوي جاي يبكي، هذا نصب علي. اخوي الصغير قال له من فين جبت رقمه؟ قال جبت رقمه ما ادري من فين، صديقي في المدرسه وما سال. قلت له خلاص عطني الرقم. ما اتصل عليه قلت له ابغى هكر وكذا، قال لي ما في مشكله. قلت له انا بعطيك السنه كامل يعني في مشكله ما ادري ايش كذا. قال خلاص تقابل عند البقاله الفلانيه. اخوي اللي يطلع واحد بزر صغير هو ما يدهورك ويلعب فيك الا بزر الصغير. اي بزر صغير تفرج فيه كذا. قلت له يمين الله ان كان ما ترجع الحساب اني لا سطرك. قال لا خلاص شيل الحساب. اخوك اصلا اللي قال لي شيله الحين ما عاد. اجى اخوي ولد الحين اخوي تقوى شافني وجنبه. اطلنا ابوك بخمس حق القهر اخوي وانه تضاربوا وانا اتفرج فيكم. نزل بس وافرع فعلا. هذا اعطى حسابه وهذا اعطى حسابه. راح بعد اسبوع ولد داقين امها مليان اصدقاء. انا ولد كنت اقسم بالله احلى الحين يا ولد يخوفون بعد الضرب. البزران الصغار ذولي قسم بالله يخوفون. انا اشوفهم عندنا بالبيت احنا خلاص ما عاد فيه العاب، ما عاد فيه خرابيط، ما عاد ركان. عيال خواتي عيال خالاتي كلهم يود ورعان باول ما اللي ما درس يجون. طال عمر جلسه كل واحد معي باد طلع لك يا شيخ حرث لك الجوال واللي داخل الجوال. انا بنفسي ما اعرف الجوال بالطريقه هذه قسما بالله. لا قلت سوي كذا. بعضهم ما درس ولا باول انا ما اعرف ابي اصلح شيء بجوال. سهله ما تعرف طق طق عمر لين نجيبه. والله اني صادق والله معاه. والله صار جنون. من اقاربي صف اولى ابتدائي بسم الله ما شاء الله. شوف ذي اللي يكون عنده تفكير خارج هذا وكذا بس خطا. تخيل معليش السيارات
يعدد لك انواعها والصناعه وايش الاشياء اللي داخل السياره، يشرحها لك كامل. مثلا تقول ابغى اخذ يارس، يقول لك الايارس ما تنفع صناعتها كذا كذا، بعد عمر كذا يا ولد ولا ابتدائي ما شاء الله، تيجي يسلم على الجوال يفطفط ابوه لك يا ولد من الى هذا حلو. بس انك شيء ذكاء، بس انك تخاف، تخاف منه، تخاف من انه يتعمق بالجوال او اشياء من، بس تقدر توقع لها طريقه القيوده ولا اي انت تقدر تتبناه شو زي كذا. كونك اب تقدر تتبناه وتنمي الموهبه فيه بس بمراقبه، فهمني؟ والله احيانا حتى مراقبه ما اول باول هذا والله ما شاء الله يطلع. ابعد عنه، بالعكس جيب لها العاب ذهنيه، العاب ذهنيه ذات فيه، جيب لها اشياء فككها وخليه يركبها. لا انا احس خليه يكسر، خليه يكسر، خليه يرتع بالدنيا اول شيء، اما ان يسلم الجوال والله لو يتعمق فيه. واذا بعدين ايش بتسوي؟ الطفل والطفله لابد ان تزرع بهم الثقه من يوم صغار. اكيد لازم، اذا تبي ارحب يا شيخ، اذا تبي تربيتك تنجح الله انك معصب، عودهم على الثقه. قاعد تسولف على ابوه فيها طعم، فيها طعم، فيها طعم بيز. عودهم على الثقه اكيد، وشوف ازرع وتلقاها حصاد. شوف انا دائما يعني الشيء اللي اشوفه شيء كويس تمام، وكل الاباء ممكن لازم يسوي هذا الشيء، انه دخل ابنه تحفيظ قران. شوف هذا شيء جميل، قل لا اله الا الله. حفظ القران اصلا بحد ذاته يخليك مفوه وتعرف تناقش، ويخليك ذكي لباقه، ويخليك مفردات يعني، ويخلي الحفظ عندك قدره عاليه جدا. احنا ما حد يختلف على الشيء هذا، لكن انا اكلمك كحياه، اي كتكنولوجيا، كاشياء زي كذا. بس ما ادري شلون بدك تسلمه وتخاف انه تهج فيه طال عمره، يجي سمعنا قصص وسوالف والله انها تخوف. فانا انا ضد، انا لو اني مثلا لو عندي اطفال يعني ما راح اسلمه جوال ولا راح اسلمه ايبادي لين تقريبا ما يخلص. ما تقدر صادق يخلص الا انا اعرف دقيقه. انا الحين عيال خواتي اذا تجمع عندنا بالقصيم، فيها اللي بالرياض واللي بعرعر واللي بالمدينه، واللي اذا تجمعوا عندنا بالقصيم ترجع على ايبادات سبحان الله والجوالات، اذا تجمعوا مع بعض. اذا راحت كل وحده البيت ايام الدراسه ما في، تقول قسما بالله يوم بالاسبوع يطلع على ايباد ولا الجوال، ولدها متعايش وراضي بالواقع هذا، ما بين دراسه ما بين حفظ. هذا ايش يوضح لك؟ البيئه اللي حولك يتاثر. اي انا اقول لك تاثر على الرجل الكبير، شلون تبي تسقيه؟ يعني انا واحده من خالاتي وش سوت؟ ركان اخوي عنده مشكله بعيونه، تشوفون هذا كلام لابس نظار، هستر فينا هستر جوال ايباد، هستر فينا هستر. في واحده من خالاتي مرشده مدرسه قالت له ترى انا شو اسمه لعبوا على ركان انها كانها حاطه كاميرا وتراقبه، انها تراقب ركان اذا استخدم الجوال، وانها واعدته مثلا بهديه معينه هو يبيها، قالت انك ما تلمس الجوال واجيب لك الهديه وترى يشوفك انا بالكاميرا، اذا اخذ الجوال ترسل لها اي وحده ثم تدقي، او مثلا ندق عليها نعلمها نتكلم ركان ترى شفتك وانت تستخدم الجوال، لين خاف. صار وشو؟ ما يربع على الجوال، ما هو بخوف، حماس وبنفس الوقت خوف انها تشوفه بالكاميرا، عرفت؟ وتحفيز للاشياء اللي هي قالت سواها علشان اجيبها لك اعطيك الهديه. فدعس الولد ضبط، صار عوب الروضه، صار يذاكر، صار يحافظ، صار ما يحب الجوال هذا، حتى لو جه يقول خذ الجوال يقول لا زين دقيقه بقى خالتي تشوفني الحين وانا بسوي كذا بسوي كذا. ايوه فهمت؟ فالطفل تقدر تحتويه بطريقه، عاد انت تقدر تحدد طريقه الاحتواء بالنسبه للطفل وعقليته واشياء. بس في بعضهم ما راح. انا الحين انا ضابط نفسي وضابط عيالي، تسمعني؟ اي واحد من اخواني اكيد انه يختلف عني، هذا معطي عياله جوالات، عيالي بيشوفون عياله بينقهرون بيجون لي انا يتكلمون علينا، انا شو اسوي؟ اروح ابلش اخوي اقول شيل الجوالات من عيالك، يمكن اخوي تربيته كذا يا اخي بيعطيهم جوالات. انا ما صارت فيني ولكن تصير بناس، تصير هذا لازم اعطي عياله جوال، واذا ما اعطيت جوال حتى هم يصير ناقصين قدامنا. واحيان عادي كلامك صح بعد، واحيان مثلا عيالك مثلا انت ما يستخدمون حلو جوالات ولا الاشياء هذه، مقتنعه انت ومقتنعه اهلهم انهم ما يستخدمون الاشياء هذه، وعيالي انا يستخدمون جوالات، تجمعنا يا الاخوان انا وياك عيالنا مع بعض. احيان تلقى الام ام العيال اللي يستخدمون الجوالات او اللي ما يستخدمون،
تقول مثلا عادي حتى لو عيال فلان معهم جوالات ما في مشكله ما يستخدمون حلو يجيك ابو لا والله خلي عيالي مساكين يشوفون عيال فلان يسوون كذا لا والله بجيب لهم تلقى عادي الام راضيه او العكس تلقى الابو راضي ولا ما يبراضي انا كذا مشكله الاجتماعات دي قسم بالله انا محمد اخوي واحد من عياله تخيل يا ربي محمد اخوي يعطيه جوال يقول العب مدري ايش يسوي ويحمل العاب الدنيا يا ربع صفحتين كلها العاب اي ويجي محمد اخوي قال هذه ما بزينه يعني احذف الالعاب دي كلها وخل عندك لعبتين قال لا ما قال لا سوى هو يدخلهن كل ابوه يا ربع تعرفون مجلد المجلدات ويدخلهن كل ابوه يمكن بهذه المجلدات مدري مجلدين قال خلاص الحين عادي شوف هذا شوف حتى شوف الفكر هو صغير بعد يحط كل ابوه مجلد واحد لا لا طبعا فانا اشوف اذا البيت كل ابوه مانع على الجوال على الصغار انا اشوف البيت يضبط انا اشوف النظام اذا في ناس ايه وفي ناس لا مش ما تقدر تسيطر انا قبل 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 اشوف اخوي محمد سياراته من صغير وانا ما معي سياره احس قهر يا ولد انا غث بروح لاخواني واقول لهم ويعطوني سياره ليه عشان ينا عشان تحس تكون معي سياره مع اخوياي وزي كذا يا رجل الحين الاكل والله هذا الركان ما يحط لقمه بفمه غدا عشاء فطور لو تموت لو تحطه يتفلها انت بكرامه على طول كرمت تعطيه جوال تقول يا ولد تقول تحكم فيه بريموت الجوال كذا ولا كل يدخل ويطلع والله ما ادري انا والشيء الثاني البيت اذا ما في جوال اذا انت ماخذ الجوالات هذه تحرك وذا يجي ومزعج فالام تتعب انا عارف المعاناه ذي الام تتعب تبي ولا حيسكت تعطي جوال عشان يسكت يهدى البيت نظام من يمسك الجوال البيت تقول ما في ولع ايوه خذ هو الجوال البيت جاه بلا حتى الورع ما عاد قام يلعب مثل قبل حتى الورع يا ولد لا يركض من غير جالس على الجوال يقوم ما يلعب يخرب نظام الوالده في البيت كيف اذا نزلوا اخوان عيال اخويا تمام عيال اخويا ينزلون تحت عندنا وجت اختي وعيالها امي عندها نظام تاخذ كل الجوالات العبوا كسروا روحوا العبوا في التراب العبوا كل شيء ادخلوا المطبخ سووا كل شيء بس ما في جوالات طيب هذا خطا ما تحب الجوالات اوكي بس ما حط له مثلا غرفه العاب وتدخل له طاقه وهو يركض فرق طاقه يا رجل يجون طال عمره الجدران مليانه انواع الطلاسم والكتابات لا خير ان شاء الله لا فرق طاقه يركض لا ما في اما انه يلعب الجره هذا غلط اكيد خلاص يكسر له شيء هذا غلط ركان اذكر شريت رحت مره انا وياه المول تعرف السياره الكبيره هذه اللي تركب فيها بنزين وتمشي كانها حقيقيه ذي قال بيها وناظر قيمتها حول 900 مدري 800 وشوي انا عادي اشريها له بالبدايه قبل اشريها بس ادري انه بيرتعبها اوكاد وانا وياها قد يصيح قد خلاص واشريها له وناخذها يا الله احطها بالسياره تحافظ عليها قال لي ندخل بيت يفحط فيها اول يومين ثالث يوم جيت لقيت كاسر الدركسون ما خلاص انتهت السياره دي راحت خلاص قلت 900 لكن السلام كاسر الدركسون كامل انا ابو ساب كسر الدركسون كامل خلاص صار ما في الا الحوافي ما تقدر تلفه اعوذ بالله ما ادري والله ما ادري جديده بس على طريق على طريق على طريق الجوال قبل لا يروح يسال الجوال انا اقول لك دقيقه ابو جوال وين جوال ما من مبارك ها ما من جوال الجوال معنا كلنا بالله احنا انا قالوا لي ممنوع لا ممنوع عليك انت اشكالك احنا ما في شيء ممنوع حتى انت باين جوالي موجود وين اللي ذاك اليوم قال 5000 ما ادري ما واحد يشبه صار صديقنا ابو سلطان البارح حاضرين حفله كذاب خوينا ها لا لعب اسمه لعب سوء عدك ما شاء الله والله يجيكم بعد بكره ان شفت اقول لك يكسر يا ابو الليل خلاص يا وليشه صارت تقول وليشه ما منها فايده ليش كذا ابي لعبه فلانيه ابي لعبه فلانيه ابي يكسر كل احنا نهج عن سالفه الجوال هو قاعد يعاقبنا بالشيء هذا تجيب لي شيء اكسر يا طال عمر عشان تعطيني الجوال عشان اخذ الجوال الجدران امتلت الساعات التحف كلش تكسر بالبيت لا عبد الركان واضح عليه يعني لا بس ضبط حماسك حماسك الحين ضبط يعني يلعب بسرعه ويروح جاني ركان شو يقول متحدث ترى ما شاء الله لا طالع على اخوه يجيني يمسكني يقول تعال ورني القريه ما شاء الله عليه تعال ورني القريه وريه ودخل الغرفه دخل الغرفه شافها مو بزينه مو بنظيفه قال هو يطلع قلت وانا اسولف معه قال انا اوريكم غرفتكم هي بنظيفه انا اعلم ابو رزيقه
ورب البيت يا عيال. ما شاء الله يا حلوه حلوه. الصغير اللي سوالفه حلوه ما شاء الله الله يستر عليه. سوالفه دواسر حلوة. الصغير جلطني واقف جنبي يصور سناب تمام شوي كذا وجاء واحد قطع قال يا الله حذف المقطع ويرجع يصور يا ولد اشوف انا قلت له انا انزله لو يجنب 10 انزله. اه بس ما هو صغير هذا فلتر ما هو صغير. صغير والله ما هو صغير والله صغير والله ما هو صغير. اقل شيء تعطي رابع خامس هذا ما يعتبر صغير. بس انا اتكلم عن الاول ابتدائي قبل روضه سوي له سناب وضع مكان صغير والله. ركان ركان لعب مع زيد سابر لعبهم الشهر يا زلمه. اشوف بسم الله على قولك. لا ما شاء الله عليه الله يحفظه. يا تبون اطلع برا دقيقه انا من ناحيه الجوال زين انا ابوي اخواني صغار عندي دحدح وعندي حمص دحدح حمص عبد الرحمن واضح دحدح لا محمد وحمص احمد حمص دحدح محمد وين هذا اسماء تيك توك عادي زين زين شوف القهوه اخوي حمص عمره 4 سنين مع زيت زيتون ولا بدون؟ 4 سنين يا عيال والله 4 سنين مليون شجر حمص بابا توي ينطقه والله انه يدخل جوا وينفض من والى يدخل اليوتيوب ويفر يضغط كذا ها بس يضغط ويتابع المقطع اللي فيه فهمت؟ ابوي متزوج حرمتين فهمت؟ يروح هنا ويجي هنا ويجي بيتنا فهمت كذا؟ فابوي يروح راح البيت الثاني يقعد يوم ويجينا فيستنسون اخواني امي لا تمنحهم تحط لهم تلفزيون فهمت؟ ساعة تكافئهم فمتفاهم أمي وأبوي إن إذا أبوي جاء يعطيهم الجوال هذه جائزة إذا جاء أبوي إذا راح خلاص جوال ما فيه العبوا عشان هذا البيت بعد أحسن شيء والله أحسن شيء فحنا إن شاء الله يخليها لك إن شاء الله صار في شوق للأب وغدانا مو على جيلنا حنا وغدانا هنا خلاص جوالات جيب له رضاعة يتكي على التلفزيون خذ التلفزيون منه كسر وجهك هذا الرضاع صار فيها سيف. انا ودي اسال سؤال ليه الصغار يحبون واحد من المشاهير كل بكم تعرفونه تراكم ليه يحبون فيحان 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 ذكي يحبونه احب يا عيال فيحان انا ما شفت ورع لهم حاطه ويطالع فيحان واضح انه تحت اداره اكاديميه محكمه مفصله تفصيل ما هو طبيعي انا بوجهه نظري احس ان اللي يدير حسابات فيحان واللي يوجه احس ان انسان متعلم دارس 20 مره انا مثلا ما نجحت بمجال معين اي صح شفت خطه باع على طول ناجح شوف فيحان كيف كان وكيف صار في مشاهدات الحين كم عرف ان توجه الاطفال ملياريه مشاهدات يا شيخ شخصيات ام المضيوم ام مدري من هو السويكت المدري ايش يا شيخ ضبطها بالمليمتر قسم بالله ورعانا انهم يعرفون العائله الكريمه كامل والله انك صادق ها هذا انا اعتبره ذكاء ذكاء اوفى الجمهور الاطفال صادق يا ولد يحبك لو عليه خليك شاشه ترى برا يعني ترى برا ينام ويتفرج لك يا ولد اجي حلو برا انا قسم بالله اخذ تغدى ترى حط طول غدا كذا كذا لطافه يا ليت لطافه ويحب الشخص خلاص اذا تعلق فيه خلاص يا اخي باموفى الاطفال باموفى والله وفى يا اخي حبهم حب الاطفال شيء عظيم حلو حلو قسم بالله فعلا حب الاطفال والله شيء ترى قوي يحبك طفل او شيخ شيخ انا طبره